الو الو ايوه ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ بسلمك. اتعرف بيكي؟ نونا. نونا كم سنه؟ 20. مرتبطه؟ كنت مرتبطه. طيب وحصل ايه؟ احكي لي. انا كنت اعرفه من 4 سنين. احنا كنا اصحاب، وانا ساعتها كنت مرتبطه بشخص تاني. وبعدين اما الشخص التاني ده هو يتقدم لي وكده، هو ما حصلش، سيبنا بعض. بعدين حبيت الانسان اللي انا كنت يعني الصداقه اتحولت حب. بس هو كان بيحب واحده تانيه قبلي، قعد معاها 5 سنين ما كانش قادر ينساها، كان بيحبها جدا. بس انا حبيته قوي وتعلقت بيه قوي 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 قوي، كان بيلعب بيا وبيضحك عليا كتير، كان كل شوية يسيبني ويرجع لي ويسيبني ويرجع لي. بيسيبك ويرجع لك ليه؟ علشان البنت التانية اللي بيحبها لسه ما مش قادر ينساها يعني، ولا بيسيبك ويرجع لك عشان مشاكل؟ لا مش قادر ينساها. انتوا كنتوا اصدقاء وانتي كنتي مرتبطة بحد وهو كان عارف انك مرتبطة بحد، مش كده؟ ايوه. وعرفك لما سبتي الحد ده وعارف ان انتي لسه كنتي بتحبيه وخلافه؟ انا كنت اعرفه والشخص التاني كان لسه في حياتي. بس الاتنين ما يعرفوش بعض؟ لا يعني الاتنين مش اصدقاء، مش من شلة واحدة يعني؟ لا بس هو شخص، الشخص اللي انا كنت مرتبطة بيه قال لي ان هو يعرفه معرفة سطحية بس مش اكتر. طيب ايه السبب اللي بيخليه يسيبك كل شوية؟ كان بيسيبك ليه؟ هي مامته كانت بتحبني جدا، حتى دلوقتي لسه بتحبني. هو يعني كان بيرجع لي لما يبقى عايز منها حاجة. يعني هو كان مأمن علاقته بيكي علشان لما بيكون محتاج حاجة من مامته انت اللي بتكلميها؟ لا مش كده. ما يعني مثلا عايز مثلا يجيب حاجة يشتغل، يفتح مثلا مشروع او يشتغل، فهو لما يقول لمامته ان هو عايز يعمل المشروع دوت عشان خاطر يخطب هنا، هي طبعا هتموله. عشان كده كان متمسك بيكي شويه، حجه اللي بيقدر يسحب بيها فلوس من اهله ويقدر يعمل مشاريع ويقدر يشتغل. طيب حصل بينكم علاقه؟ علاقه كامله ولا علاقه مش كامله؟ لا مش كامله. مش كامله. وبدا يبعد عنك بعد العلاقه دي ما حصلت، مش كده؟ بدا يبعد عني. قال اهله عليا كلام مش كويس. واهله بعدوا عني. ده الكلام ده بعد ما عمل معاكي علاقه؟ هي علاقة مش كاملة قوي يعني. مهما كان قبل العلاقة كان لطيف جدا، بعد ما حصلت العلاقة بدأ يبعد، مش كده؟ لا ما كانش لطيف خالص قبل العلاقة. بس بعد العلاقة بقى ابتدى ان هو يقول قاله عليا كلام مش كويس، ان انا اتكلمت معاه كلام خيرك وكده. عشان عمل معاكي علاقة، فلا يعني هو خلاص كده انت وقعتي من نظره اساسا. ايوه. ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس كلها، خلوا بالكم. سيبنا بعض 4 شهور. بعدين رجع لي تاني وقال لي ان هو بيحبني وقال لي ان هو اسف ومش هيبعد عني ومش هيسيبني. وعمل معاكي علاقه تاني؟ لا ما عملش معايا علاقه تاني. وقال لي ان هو مستني يظبط حاله وكده عشان يجي يتقدم لي. بس قال لي ان هو رجع لي ومفيش حد من اهله يعرف اي حاجه. طلع برضه بيضحك عليا. طب ايه ليه رجع لك قال لك الكلمتين دول؟ ايه السبب يعني؟ كان عاوز مني فلوس. واديتي له فلوس؟ ينفع ما اجاوبش؟ ينفع ما تجاوبيش، وينفع اقول لك ان انا عرفت الاجابه. طيب في حد تاني في حياتك ولا الموضوع انتهى كده؟ انا مش عارفه ادخل اي حد في حياتي غيره. ازاي يا بنت الناس؟ مش عارفة تدخلي اي حد في حياتك، دي كلمة جملة مقبولة، انما غيره ازاي؟ واحد عمل معاكي علاقة وراح قال لأهلك كل حاجة، لأهله كل حاجة، وقال عليكي بنت وحشة، وكان بيستغلك عشان يقدر يضحك على امه، ولما رجع لك تاني رجع تاني عشان ياخد منك فلوس، وانسان مستغل
وما بيحبكيش ومش عايز حاجة منك غير ان هو امور مادية، لسه بتحبيه؟ عارفة انت عاملة زي ايه؟ زي مدمن المخدرات، عارف انها بتقتله ولكن مش قادر يبعد عنها. انت محتاجة تتعالجي، تتعالجي من ده، لان وجوده في حياتك لا يقل شيء عن الادمان. واحد اذاكي، اهانك، شوه سمعتك، عمل كل حاجة وحشة، وفي النهاية انت لسه برضو متعلقة بيه وتقولي مش قادرة ادخل حد تاني في حياته، في حياتي غيره. بص عايز اقولك حاجة، لما تعرفي انسان نظيف ومحترم قدام شوية هتعرفي الفرق، وهتعرفي انت اجرمتي في حق نفسك قد ايه.